إذا الأمة تبتلي براعي مثل يزيد، مثل آل سعود، مثل آل خليفة، مثل بقية الطغيان، على الأمة والإسلام السلام. لن نسكت، لن نتراجع عن مقارعتهم ومقاومتهم إلى أسقاطهم. هذا الخليفة بالخصوص، دولة منهم دولة الخليفة، لو ما كان عندهم حكم شنو طراطير كانوا، لكن بالحكم يذلون شبابنا ويذلون أعزة أهل البحرين. القصاص، العدالة هي تمنع الظالم من ظلمه. من دون عدالة الظالم يسرح ويمرح، من دون قصاص الظالم يسرح ويمرح. وعهدا لن ننسى الشهداء، بل نحن سنكون من بعدهم، وانا الشهيد التالي.